المغربي حملة واسعة على الفساد، وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الملك المغربي حملة واسعة على الفساد، وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الواجهة السياسية، وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القطب. نرى الأمن والجيش المغربي على الاستعداد لردع أي عمليات تخريبية قد تطال المغرب خلال المرحلة الراهنة، والشعب المغربي سيكون خلف القيادة والملك مهما كانت الظروف. أزمة سياسية مفاجئة، توتر الأجواء بين المغرب والجزائر، نبتمروا إن شاء الله على خير. حالة من الحزن والحداد تلف المغرب لحدث ما. سيقود الملك المغربي حملة واسعة على الفساد، وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الواجهة السياسية، وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القطبين رجاء. بعد حصول ثورة إصلاحات وأرى تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية. جلالة الملك المغربي يتعرض لعارض صحي طارئ ويمر بسلام بإذن الله، ما تخافوا يعني عليه، إن شاء الله على خير. إن شاء الله على سلامة. قرار جريء من الملك المغربي يفاجئ الجميع، وهذا القرار سيعيد الثقة والهدوء إلى الشارع المغربي بعد موجة من الاضطرابات الواسعة. ليلى عبد اللطيف، بعد أن تحققت تنبؤاتها في وصول المنتخب العربي إلى نصف نهائي كأس العالم، عادت من بعد المونديال بتنبؤات جديدة تقول بأن الملك محمد السادس سيأخذ موقف مشدد من الفساد، وغادي يتم الإطاحة برؤوس فساد كبيرة، وغادي نشوفوا سياسيين وراء القضبان بفضل الحنكة ديال صاحب الجلالة، لأن دائما كنقولوا بل ونؤمن بأنه إلا ما تدخلش الملك محمد السادس باش ينقذ هذا الشعب من جبروت ديال الفاسدين، حتى شي واحد ما غادي يقدر يوقفهم. اللهم احفظ بلادنا ملكا وشعبا من الفتن، وكلنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة. وغادي نختم هذا الفيديو بواحد السؤال: هل فعلا هذه تنبؤات أم هي مخططات مدروسة؟